يسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم بنانا مافن مره لذيذه وسهله، وزي ما انتم شايفين المقادير شوي ما بواجد ولا شيء. راح احتاج الى حبه بيضه تكون بحراره الغرفه، نص كوب بالاكواب المعياريه سكر، واذا تبونها شوي حاليه ممكن تخلونها 3/4 الكوب. عندي هنا قالب زبده مذابه، ولابد انكم لما تبون تضيفونها للخليط تكون يعني بردت، يعني ما تكون مره حاره. عندي هنا كوب ونص من خول دقيق، حطيت عليه ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ونص ملعقة صغيرة بيكنج صودا، وملعقة صغيرة قرفة. طبعا هذا هو البيكنج باودر اللي أنا استخدمته، وهذا بيكنج صودا اللي استخدمته. وراح نستخدم من 3 إلى 4 حبات موز، راح نهرسها. بوريكم الحين الطريقة. هذه هي كل مقاديرنا، شفتوا السهولة؟ وطبعا راح اضيف شوي فانيلا عشان تشيل زفرة البيض، واذا عندكم روح الموز ممكن احلى واحلى. خلاص كذا الخليط عندي جاهز، ما تخلطونه واجد. لو تلاحظون حتى ما استخدمت عجانة، على طول بالمضرب وبعدين جبت السباتولا عشان أخلطه. يكون بهالسماكة ما يصير خفيف، يعني يصير أثقل شوي من خليط الكيك المعتاد. الحين بجيب ملعقة آيس كريم ووزعها بالقوالب الكب كيك عشان يصيرون كلهم مقاسهم واحد. هذه القوالب عندي مدهونة، وجبت ملعقة الآيس كريم، والفرن طبعا يكون مسخن من قبل لا أبدأ أسوي الكيكة. أبدأ أوزع الحين خليط الكيك بالقوالب عشان يصيرون مقاس واحد. خلاص جهزت عندي قوالب المافن، الحين بدخلها الفرن، وتكون درجة الحرارة 160 من تحت. تاخذ لها تقريبا نص ساعة لأنها القوالب صغيرة فما تاخذ وقت، بس ما تفتحون الفرن قبل نص ساعة، والحرارة يفضل أنها تكون من 150 إلى 160. وهذا البنانا مافن خلص ما شاء الله، طبعا بخليه لين يبرد تماما بعدين أطلع من القوالب وأقدمه بالعافية. ترى هذه البنانا مافن بعد ما خلصت، تشوفون ما شاء الله تبارك الله. الحين بقطع لكم واحدة وأوريكم إياها ريحتها أصلا براس، لازم تجربونها. سفنجية تحب الشوفان جوا، اوف يا ريحة القرفة، اوف 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 شوفان جوا سفنجة، والله سفنجة ما شاء الله.